نادي ليفربول يعلن رحيل محمد صلاح رسميا عن ليفربول. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، هذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. شجعه. أثنى سفير إسبانيا رامون خيل كاسارس على نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح متمنياً أن يحترف في نادي ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أن أكبر الصحف الإسبانية تتحدث كثيراً عن اقتراب تلك الصفقة. أضاف في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في افتتاح معرض صور ضمن أنشطة أسبوع إبير وأمريكا بمكتبة الإسكندرية أن اسم صلاح تصدر عناويني صحيفتي ماركا وأس الإسبانية على مدار اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن ريال مدريد يعتزم الحصول على خدمات محمد صلاح وأن النجم المصري يفكر في الانتقال. وتابع: أتمنى من كل قلبي أن ينتقل محمد صلاح لنادي ريال مدريد الذي أشجعه بشكل شخصي، لافتا إلى أن النجم المصري يحظى بشعبية واحترام كبير في إسبانيا. يشار إلى أن النجم المصري محمد